إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا المؤتمر الصحفي الذي أعقب كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام ختام قمة العشرين في الأرجنتين، والتي تتحدث عن أحوال اقتصادية مختلفة للدول المشاركة فيها وكيفية التصدي للقضايا العدة التي تواجههم، مثل محاربة الإرهاب، قضايا الهجرة واللجوء السياسي، وأيضا التغير المناخي. هذه الكلمة وهذا المؤتمر الصحفي الذي تعرض فيه بالطبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأحداث فرنسا والاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس حتى اللحظة التي نتحدث بها، وقال أن هناك ممن يحاولون بث الفوضى داخل المجتمع الفرنسي، وهذا يحيد عن المطالب التي يزعمون بأنها مشروعة أو اعتراضا على ارتفاع أسعار ضرائب الوقود داخل فرنسا. قال أيضا أنهم سيحاسبون من خلال القضاء عند وصوله إلى البلاد. للمزيد حول المشهد الفرنسي وتعقيداته المختلفة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة ميرفت ميلاد مراسلة النيل من باريس. برحب بيكي ميرفت. أهلا بيكي، أهلا بحضرتك. صفي لنا المشهد الآن بعد الساعات الطويلة التي كانت فيها قوات الأمن تحاول احتواء الموقف من المحتجين في العاصمة باريس. للأسف الموقف النهاردة في العاصمة باريس كان صعب جدا، لأنه كان هناك اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أو بالأصح المندسين داخل هذه التظاهرة، لأنه منذ بداية حركة الصفر يرغب الجميع في أن تكون هذه المسيرة وهذه الاحتجاجات سلمية جدا، حتى أنهم في البداية عندما واجهوا الشرطة، هذا يعني منذ أسبوعين، لم يكونوا يردوا على ما يحدث من رجال الشرطة، ولكن ما شاهدناه اليوم تخطى كل الحدود. ما شاهدناه في باريس تخطى كل الحدود، وكانت مواجهات غير عادية وحرائق وسرقة ونهب توالت طول اليوم وتستمر حتى الساعة. ولكن هناك فرق كبير بما حدث اليوم في العاصمة باريس وما حدث في المحافظات، لأن في المحافظات حافظ المتظاهرين على الهدوء، والسبب ببساطة شديدة أنه في المحافظات الكل يعرف، يعني مجتمع صغير ومغلق، وبما انها مدن وقرى صغيره فيعرفوا بعضهم بعضا، في حين ان في العاصمه الناس لا تعرف بعضها. كان ايسر بشكل او باخر ان يندس مجموعه من المشاغبين إذن في العاصمه باريس. بالتاكيد، وقد لاحظنا انه منذ الصباح الباكر هناك كانت عناصر دخلت إلى منطقة الشانزليزيه، وهي مغطاة الوجه، وهم الذين قاموا بكل هذه التخريبات. نعم، كيف تعاملت قوات الأمن في ظل هذه العمليات من الشغب أو السلب والنهب التي تمت في المتاجر المختلفة؟ تعاملت معهم بشكل يعني لائق جدا. بالفعل استخدمت غازات مسيلة للدموع واستخدمت رشاشات مياه، ولكن هذا أمر طبيعي، كان الأمر الوحيد لاحتواء كل هذه المشاغبات، كان عليهم أنهم يستخدموا هذا. بالإضافة أنهم يعني المشاغبين كانوا قاموا بحرق بعض السيارات، وعندما تقدم سيارات الإطفاء لإطفاء هذه السيارات يحاولوا تعطيلها، لأن هناك هدف من حرق السيارات حتى تنشغل الشرطة في مكان ما حتى يقوموا بالنهب والتخريب في مكان آخر. نعم، الأمر بالفعل مؤسف في باريس. ماذا عن حركة القطارات ومحطات المترو؟ ماذا عن الإغلاق؟ هل هو ما زال مستمر أم
هناك نوع من التعليمات الخاصة وتعمل الخدمات بشكل طبيعي. كل محطات المترو التي تحيط منطقة الشانزليزي مغلقة. مغلقة، ولكن المترو يمر يعني يمر بها، ولكن لا تستطيع دخول محطة المترو أو الخروج منها. نعم، هل سيستمر الإغلاق؟ هل هناك إجراءات أمنية تغلق هذه المنطقة الرئيسية في وسط العاصمة؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أن غدا سيكون الأمر طبيعي جدا، ولكن منظر باريس مؤسف للغاية. هل تمت الاستجابة للحوار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الفرنسي؟ هل توجه مجموعة بالفعل لمحاورته أو التجاوب مع هذه الدعوة؟ بالفعل بالأمس وجه لهم دعوة، وكان من المنتظر أن يكون هناك ثمانية من الصفراء يلتقوا برئيس الوزراء، ولكن في نفس الوقت هم ليس بالفعل منظمين حتى يستطيعوا أن يرسلوا ممثلين. نعم، أشكرك ميرفت ميلاد مراسلة النيل من العاصمة الفرنسية باريس. وحتى لا أطيل على ضيفي الكريم عبر الهاتف، معنا أيضا من العاصمة الفرنسية الدكتور صالح الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي. مرحبا بحضرتك دكتور صالح. أهلا بكم، مساء الخير. مساء الخير، توصيفك للمشهد الذي بين أيدينا الآن لفرنسا. للأسف الشديد ما أقدر أقول إلا شوية مرتزقة. نعم. ومجموعة مخربة وبعيدة كل البعد عن التعبير عن الغضب اللي هم الأقمصة الصفراء أو الجلاسة الصفر اللي هم عاملي محطات البنزين والخدمات العامة. ناس أخترقوهم في الحقيقة، وكانت العملية جدا منظمة اليوم بعد ما تعلموا من السبت الماضي واختراقهم الأسواق وكسروا الممتلكات العامة والخاصة. ولكن اليوم للأسف الشديد خرجوا من المنطقة المحظورة والمنظمة ودخلوا على الشوارع الفرعية من الشانزليزيه وما حول الشانزليزيه، يعني تحت بيتي بالضبط من ساعتين حوالي الساعة 4 بتوقيت باريس. 12 سيارة أمام عيني كانوا بيقلبوها بإيديهم وبيحرقوها للأسف الشديد، وبيمنعوا المختصين في الإطفاء. من هي القوى الدافعة برأيك أو المحركة لهذه المجموعات المشاغبة؟ والله القوة المدافعة يمكن الشمال اليمين المتطرفة واليسار المتطرفة التي لهم مصلحة في المساس بشعبية ماكرون، وفي نفس الوقت يعني ما حقق الوعود اللي هو وعدها، وبالتالي يعني إلى حد ما هو زي ما قالت السيدة ميلاد إنه هذه المجموعات كلها غير منظمة، يعني ما في سينديكيشن، ما في رقابة بتديرهم أو بتخرج، عشان كده هم مرتبين بصوت جماعي إنهم يتظاهروا ويعبروا عن غضبهم عن الضرائب الزايدة عن الأسعار عن كذا يوم السبت، لأنه يوم عمل، باعتبار إنه لو كان في يوم الأسبوع كانت تخصم من مرتباتهم وكانت كذا. لذلك حتى المقابلة اللي سواها اللي اجتمعوا فيها والحوار اللي اجتمعوا فيه الناس اللي تكلموا مع رئيس الوزراء اليوم والبارح ما يمثلوا إلا أنفسهم، ما يمثلوا تنظيم، لأنه ما في منها منظمة هذه المجموعات. وبالتالي أنا أعتبر إنه هذا كله نوع من عدم الاستبعاد، يعني لكل اللي أقدر أقوله إنهم مجموعة للأسف يتشدقوا بالحرية ويستغلوا الديمقراطية ويستغلوا الحرية الاعتداء على أملاك العامة. وشوفنا إحنا في التلفزيون وكالات الأنباء والمحطات الفضائية كلها شافت إنه المتظاهرين كانوا في وادي والدخلاء على المتظاهرين اللي خرجوا الأسبوع الماضي. إذن تفرق دكتور صالح ما بين الاحتجاجات التي خرجت من السترات الصفراء وهذه الاحتجاجات التي شهدناها في الأيام الأخيرة وتصاعدت حتى اليوم؟ هذا ما هو اللي تصاعدت اليوم. أنا بقول إنه ما
مجموعه مخربه استغلت تعبير الفترات الصفراء في كل نواحي باريس، وحتى وصلت الى بلجيكا، يعني كل نواحي فرنسا عفوا وصلت الى بلجيكا. ولذلك بعيدين الفرنسيين بتظاهروا بموافقه مسبقه من الادارات المعنيه بموعد معين وبتاريخ معين وبسبب معين، وتحميهم السلطات العامه، يعني تحميهم قوه الامن العام. وبالتالي ما يكون في صدام الا بس عشان لا يثيروا الشغب او مثيري الشغب. للاسف الشديد هذه في الوضع الطبيعي لما يكونوا سنديكيتد، يعني عندهم نقابات بتتفاوض مع الدوله او الى اخره لتحقيق مطالب من مطالب. اما الوضع اللي احنا فيه، انت امام مجموعه عمال او اجراء او اصحاب محطات او ايا كان، ليس اولا ليسوا منظمين يعملوا بدون اي تصريح، لان التصريح بيجي من وزاره الداخليه. هل تعمل الخدمات بكامل طاقتها داخل باريس مرفق الاسعاف في باريس؟ لا، ما عدا النقل العام المنطقه اللي ما حول الشارليزيه زي ما قالت الاخت الكريمه من باريس، انه المترو شغال والى اخره، ولكن مخارج المترو والاندر جراوند والباصات في النقاط المشتعله زي ما نسميها او الحساسه او المضطربه، هذه اللي قفلت، يعني ما فيش خروج ودخول من المحطات الشانزليزيه وجورج سانت والى اخره وما حولها. ونفس الحكايه بالنسبه للباص، والا كل باريس عادي، يعني منها بالشكل اللي احنا متخيلين باريس بتولع. لا، أنا يعني لما شفت اليوم، أنا أول مرة في 30 سنة أشوف أمام عيني هذا المجموعة الناس اللي بيقلبوا السيارات ويسرقوا اللي بفوشة السيارات ويحرقوا السيارة بخروج البنزين من مخزن السيارة عشان يولعوها. هذا استحالة يكون إنسان حضاري، استحالة إنسان يكون عنده مطالب مشروعة، إلا إنه إنسان مخرب. لدرجة إني يعني حزنت على رجل الإطفاء اللي حاول يطفي، ولو ضربوه خرجوه مسكين، اخذ نفسه لف الخرطوم. الرئيس الفرنسي في كلمته في ختام قمة الـ20 بالأرجنتين قال أنه سيحاسب هؤلاء المشاغبين من خلال القضاء. برأيك هل سيستطيعون تصفية من هو مشاغب أو من يتحدث عن قضياته المشروعة في هذا الأمر أو في هذا الاحتجاج؟ أنا أؤكد تماما وأصرها على قناعتي التامة، أن المتظاهرين السلميين كانوا في منتهى الرقي وفي منتهى، ولكن زي ما بقول وبنشوفهم كانوا هم نفسهم يمنعوا حدوث هذه العمليات الشغب، ولكنهم كانوا ضحايا من الـ من الـ من الـ من الـ المتفكعين زي ما خلينا نسميهم، أبناء الضواحي للأسف الشديد. ولذلك المجموعات هذه لحد الآن السلطات الفرنسية مسكت 235 أو 55 شخص وقفتهم، لكن أنا اللي شفته قدام بيتي اليوم أكثر من 1000 شخص. أتكلم على 255 شخص ولا حاجة بالنسبة لي. لكن أنا بقول إنه هذه هي ضريبة الحرية اللي بيلال فيها. لكن إحنا دائما أنا أقول حاكم جبار وظالم أمام أمن مستقر، زي لما حصلت الثورة المصرية في 25 يناير، اقتحموا المتظاهرين السلميين مجموعة أوباش اللي احنا سميناهم في أيام موقعة الجمل وموقعة معرفش مين وإلى آخره في مصر، وهي ثورة شريفة نظيفة طاهرة واللي قام فيها، ولكن طبعا أنا بتكلم قبل الخطف الاخطفال الإسلامي. لكن برأيك هل ستهتز شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ اهتزت فعليا، ستؤثر عليه خلال فترة حكمه إذن؟ يعني استحالة. هو أصلا هذه التظاهرة السبت هذه كان عنوانها إسقاطه، كان عنوانها خروجه، يعني حتى الهتافات اللي بيكتفوها وسمعتها وسجلتها بالتليفون كانت إسقاط ماكرون، يعني بمعنى هيرحل على قول أيام زمان يرحل يا مرسي. فلذلك نفس اللغة دي، يعني اليوم أو اليوم إحنا استغربنا إن إحنا نسمع نفس الوردك، نفس الكلمات ونفس التعبيرات ونفس الألفاظ اللي كان يقولها المصري للخروج من الظلم اللي كان موجود فيه في ذلك الوقت. لكن وهذا يأثر على شعبيته طبعا، الإعلام اليوم كل ما بيتكلم إلا على شعبيته، وبالذات إنه هو رجل اقتصاد كان المفروض يكون أكثر حنكة، يعني بمعنى إنه الوضع الاقتصادي فعلا متحمل. برأيك دكتور صالح، كيف ستحل هذه الأزمة؟ بالتجاوب مع المطالب المشروعة لعمال لما قدمت لهم، وأنا أعتبرها مطالب مشروعة جدا، لأن أنا وكل من عايش فرنسا
ضحايا هذه الضرائب المغالى فيها واللي بتمس كيان الافراد. انت اليوم ميكنه الوظائف العامه، يعني انت تخيلي على سبيل المثال الميكنه في الهاي واي في الطرق السريعه، لما تاخذ الكرت كان زمان موظف يعطيك الكرت ده، والان اصبحت ماكينه، الان اصبحت ماكينه بتدفع الفلوس بتدفعي لها رسوم الكال باركينج او رسوم استعمال الطريق، اصبحت ماكينه. طب الناس دول راحوا فين؟ يعني لا حموا ولا خلاص. احنا ما بنقول انه التقنيه كويسه واحنا لازم نكون معاها، ولكن ايضا مع الحفاظ على حقوق الاخرين. نعم، اشكرك جزيل الشكر. نعم. دكتور صالح الطيار، رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي. هذه الصورة التي نشاهدها الآن كانت منذ قليل في العاصمة الفرنسية باريس وشوارعها الرئيسية، وتظهر لنا كيفية التحرك لهذه القوات التي ربما أثارت مجموعة من أعمال الشغب ودخلت في مواجهات مع قوات الأمن، وأيضا عملية نهب وسلب للمحلات التجارية المختلفة وتلطيخ وتشويه لقوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس. دكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية من برلين، ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور عبد المسيح، برحب بحضرتك. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء الخير. دكتور عبد المسيح، تحدث دكتور صالح أن موجة الاحتجاجات والفوضى لم تقتصر فقط على العاصمة باريس، لكن امتدت إلى الدول المجاورة والحدود مع بلجيكا. برأيك هل هي مرشحة للازدياد؟ هل من الممكن أن تنتقل إلى المزيد من الدول الأوروبية؟ أعتقد ذلك فعلا. يعني القضية فعلا هي لا ترتبط فقط بفرنسا. ما يجري اليوم في باريس ربما يكون يعبر بشكل أو بآخر عن وضع عام موجود في كل الدول الأوروبية. هي قضية فعلا التراجع في الوضع الاقتصادي، التراجع في الوضع المعيشي، ربما أيضا زيادة الضرائب، زيادة الضغوطات المالية والالتزامات المالية، وأيضا يعني الرسوم بأشكال وبأنواع مختلفة من قبل الدولة. بعد هنالك تراجع في الدخل، تراجع في فرص العمل، هنالك فرز طبقي بدأ يتشكل في المجتمع الأوروبي، هنالك سيطرة بشكل أو بآخر يعني لرجال الأعمال ورجال المال، وهنالك بدء إلى حد ما غياب يعني وبدء تآكل كبير في الطبقة الوسطى. يعني هنالك جملة من التحديات ومن الإشكاليات تعكسها اليوم هذه الإشكاليات في فرنسا، وهي تشترك فيها بشكل كبير جدا وبشكل ربما يعني متشابه إلى حد كبير بكل التفاصيل مع كل الدول الأوروبية. هذا الانتقال أعتقد أنه إذا استمر الأمر وهو مرشح للاستمرار في فرنسا، أعتقد أنه سوف يمتد إلى كثير من دول أوروبا، ليس فقط بلجيكا، بل ربما يمتد إلى دول أخرى، حتى إلى ألمانيا وإلى إيطاليا وإلى إسبانيا وإلى كثير من هذه الدول. الأزمة ربما تكون أزمة عامة، وحتى يعني اليوم هذا التحدي لا يعتبر تحدي فرنسي، اليوم هذا التحدي هو على الاتحاد الأوروبي. يعني هذه الإشكاليات مطالب الاتحاد الأوروبي كله. ربما سقطنا الصدفة بأن هذه الأحداث للاحتجاجات في فرنسا متواكبة مع قمة العشرين، وأبرز ما يناقش فيها هي الظروف الاقتصادية التي تعصف بدول العالم، أو أزمات اقتصادية تطغى على الكثير من الدول ومنها بالطبع دول الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد هو تزامن فعلا. يعني ربما لا أدري إذا كانت فعلا الصدفة هي التي أدت، ولكن هذه التحديات اليوم فعلا هي تؤرق كل العالم. اليوم ليس فقط أوروبا هي التي تعاني من أزمات اقتصادية، أعتقد أن الوضع الاقتصادي في كل دول العالم فعلا بتراجع وبأزمة كبيرة. التحديات، ولكن اليوم عندما نرى هذه الأزمة تصل إلى هذا الحد اليوم في قارة كانت تعتبر وما ربما يعني للأمس القريب جدا أنها أكثر دول رفاهية و حرية وإلى حد ما مستوى اجتماعي و يعني ربما لا كان يحلم به الجميع، اليوم نعم. هذه الدول وهذه الشعوب تنتفض على وضع اجتماعي، على أزمة مالية، على تراجع في المستوى المعيشي. طبعا هذا تحدي كبير جدا، لذلك لكن فرنسا
طالها ما طالها أيضا على مدار سنوات ماضية الكثير من أعمال الإرهاب. هل تصنف هذه الأعمال من الشغب، من أعمال النهب؟ ما يتم الآن من مواجهات مع قوات الأمن بأنها تمثل نوع من أعمال أيضا الإرهاب داخل المجتمع الفرنسي؟ هذه قضية، يعني فعلا هذه القضية قضية مهمة جدا، وسؤال فعلا مهم للإيضاح ما هو الذي يجري اليوم في فرنسا، ما هي طبيعة الأحداث التي تجري. في الحقيقة طبعا هنالك للأسف الشديد دعينا نقول أن هنالك وجه آخر لما يجري في فرنسا بدأ يظهر. طبعا أوروبا لا يخفى على أحد أنها تعيش أزمة خلايا نائمة لمجموعات إرهابية ولمشاريع بشكل أو بآخر يعني تهدد الأمن الأوروبي والاستقرار الأوروبي. الحالة الأمنية في أوروبا لم تكن على ما يرام في الفترة الماضية، وهكذا أعمال شغب وهكذا ظروف هي تعتبر البيئة المثالية لظهور ولخروج حقيقة هذه المجموعات لتمرير كثير من الأجندات السياسية والأجندات الأمنية والأجندات الإرهابية. وأعتقد أن أوروبا مفخخة منذ زمن ويعمل على تفخيخها بشكل كبير جدا من قبل دول كتركيا وغيرها من خلال خلايا نائمة ومن خلال موجة اللجوء حقيقة التي جاءت في الفترة الماضية. كان هنالك عمل على هذا الأمر، واليوم في فرنسا وقد تواصلت يعني منذ ربما ساعات قليلة مع كثير من الأصدقاء ومن الصحفيين وحتى السياسيين الفرنسيين لمعرفة ما يجري في الشارع. كان هنالك معلومات وتأكيدات على أن هنالك مجموعات كبيرة لا تنتمي بالأساس ربما كلها إلى المجموعات المتظاهرة، وربما التي كانت يعني تدير هذا الحراك في البداية مصالبة بمطالب يعني محقة فيما يتعلق بموضوع الضرائب وغيره. اليوم هنالك وجه آخر، وجه من أناس ليس لهم علاقة بهذا الحراك يعيثون فسادا بسرقة ونهب ودمار وحرق وإلى ما هنالك، ووجوه ملثمة، وهنالك فعلا أعمال إرهابية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يبدو أن فعلا هذه الأجندات وهذه المجموعات وربما حتى دول تقف خلفها وجدت الوقت المناسب والفرصة المناسبة لتمرير هذه الأجندات. وأعتقد أن هنالك ما يحاكي أوروبا اليوم. أوروبا لا تعيش في أفضل حالاتها، أعتقد أن قضية التحديات الأمنية والتحديات الإرهاب وإلى ما هنالك ليست بجديدة، يعني لا نتكلم اليوم عن الأمر طرأ بشكل طارئ، ولكن أعتقد أن هنالك اليوم منذ فترة طويلة من يعد هذه الفترة وينتظر الوقت المناسب، وأعتقد أن للأسف الشديد هذا الوقت مناسب لهذه المجموعات لكي تخرج ولكي تمرر هذه الأجندة. والسؤال هو التأثير، كيف ستؤثر مثل أعمال الشغب هذه على فرنسا كدولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد وتأثيرها على القارة الأوروبية بشكل عام؟ طبعا تأثير كبير، يعني عندما نتكلم اليوم عن الاتحاد الأوروبي هنالك ركيزتين أساسيتين بعد خروج بريطانيا، هما فرنسا ألمانيا أولا وفرنسا ثانيا. أعتقد أن هذه الأعمال سوف تؤثر بشكل كبير جدا على استقرار وعلى أمن وعلى وضع النظام السياسي والطبقة السياسية والحكومة والدولة والهيكلية الأساسية للدولة حتى للفرنسية. أعتقد أن هذا الأمر، وعندما نتكلم اليوم عن فرنسا وعن أي طارئ بهذا الحجم في أي دولة في الاتحاد الأوروبي، هذا لا يعتبر يعني تحدي يعني لتلك البلد لوحدها. اليوم الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي مرتبطة بنظام وبهيكلية سياسية موحدة تجاه كل هذه القضايا. اليوم حتى عندما نتكلم عن الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية ليست هي وجه فرنسي كما قلت، هي مرتبطة بطريقة يعني وثيقة فيما يتعلق بالمواثيق والاتفاقيات وحتى النظام السياسي المالي والاقتصادي والمشترك. اليوم نتكلم عن وحدة اقتصادية، عن بلد بشكل أو بآخر على شكل قارة، وبالتالي التحدي السياسي والأمني الموجود في فرنسا هو تحدي بكل المؤسسات الأوروبية، لمؤسسة الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية. اليوم حتى يعني التحدي الأمني مطالبة ألمانيا ومطالبة كل دول الاتحاد الأوروبي أيضا اليوم بالتعاطي معه بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا سوف ينعكس سلبا على فرنسا وعلى كامل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا. كيفية التعاطي مع هذا التحدي برأيك؟ هل ستتخذ دول الاتحاد مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي أو ربما حتى تجديد أمني داخل دولها المختلفة؟
يعني بالتأكيد أعتقد أن فيما يتعلق بموضوع التجديد الأمني أعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى جملة إلى مجموعة كبيرة من يعني القوانين الجديدة ومن التغييرات على مستوى التحديات الأمنية، وأعتقد أن هنالك ربما مستوى عالي من الجهوزية يعني يمكن أن تدخل به، ومن كما يسمى يعني الاستعداد الأمني لهذه التحديات في كل أوروبا. ولكن فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي للأسف الشديد دعينا نقول أنه لا يوجد في يد الفرنسيين ولا الأوروبيين حلول كثيرة لهذه القضية. القضية في أوروبا هنالك أزمة، أن هنالك تغيير كبير في طبيعة الحراك أو البنية السياسية في الاتحاد الأوروبي، وهي أن الاقتصاد يعني ورجال الأعمال ورجال المال وسيطروا بشكل أو بآخر على السياسة، لم يعد كما كان سابقا أن هنالك يعني شريحة أو طبقة سياسية تتعاطى السياسة بشكل منفصل عن الاقتصاد وتفكر وتتصرف وتعطي قرارات وقوانين وتصيغ قوانين يخدم سياسة البلد وربما متطلبات الشعب بشكل منفصل عن ربما مصلحة الاقتصاد. اليوم الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة، الاقتصاد والاقتصاديين هم من يأتون بالسياسيين، وبالتالي اليوم إذا كان هنالك من رغبة في الإصلاح سوف يكون هنالك صدام من نوع آخر بين النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية التي سوف تخسر مصالحها، وهذا أعتقد الأمر غير ممكن، لأن حتى رجال السياسة اليوم لا يستطيعون الانقلاب على من أتى بهم ومن يمولهم ومن يقف يدعمهم في موقفهم في السلطة بشكل مباشر. القضية إذن لا يوجد حلول مباشرة أعتقد، وهذا ربما يمكن أوروبا في نفق كبير من الأزمات، يزيد من الخطورة ربما في الأيام والأشهر القادمة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المسيح هاشمي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معي من برلين. كما ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف معلقا على المشهد الفرنسي باحتجاجاته المختلفة والذي تصاعد اليوم السبت الأول من ديسمبر 2018 ليصل إلى شوارع رئيسية في باريس، إلى حد وصل إلى إغلاق محطات القطارات أنفاق في مصاعدها ومنازلها المختلفة في الشانزليزيه أو في محيط قوس النصر. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن الحسين الكاتب الصحفي، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا فيك، أنا حسن الحسيني. أهلا وسهلا أستاذ حسن الحسيني، أهلا بك. كيف ترى المشهد الآن في فرنسا بتصعيداته المختلفة؟ المشهد قوى الأمن تحاول إخراج المتظاهرين المشاغبين من المتظاهرين، فليس المتظاهرون ليس جميعهم بالمشاغبين، هناك مواجهة عنيفة بين قوى الأمن وجزء من المتظاهرين. بعض هؤلاء يستغلون فرص التحركات الاحتجاجية في فرنسا ليعيشوا تكسيرا وخرابا ونهبا في المحلات التجارية وغيرها، ولكن الأحداث تتمحور في جادة الشانزليزيه ومنطقة الأوبرا. وبعيدا عن ذلك هناك مئات المناطق التي شهدت تجمعات للسترات الصفراء ولم تتم أعمال عنف، هناك تحرك شعبي مطلبي عفوي انطلق في فرنسا احتجاجا على الأوضاع المعيشية، والناس لم تعد تتحمل أن تقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب والأعباء عليها لأن رواتبهم لا تكفيهم حتى نهاية الشهر. نعم، أبدأ المتظاهرون السلميون خشيتهم من أن تطغى المواجهات على تحركاتهم المختلفة داخل العاصمة باريس تحديدا، برأيك هل تراجعت هذه القوى من المحتجين السلميين في ظل قوات دست للشغب بينهم؟ لم يكتفوا فقط بالإعراب عن احتجاجهم، بل إنهم أدانوا مصادرة تحركهم المطلبي من قبل المشاغبين، وأيضا لجوء قوى الأمن للقمع بعنف.
وهذا لا يعني أنهم يتراجعون عن مطالبهم. المواجهات التي بدأت باكرا جدا صباحا حالت دون وصول آلاف فرنسيين إلى جادة الشانزليزيه منذ الصباح، ولكن هذا لا يعني أن أصحاب السترات الصفراء يتراجعون عن مطالبهم. يجب النظر الآن لمعرفة ما هي مواقف هؤلاء وماذا سيكون رد الحكومة. هل هو استغلال المواجهات الأمنية العنيفة للقول أن هناك مخربين وهم يريدون قمع الذين ارتكبوا بإحراق المباني والاعتداء على قوى الأمن وعلى المحلات التجارية، أم أن الحكومة ستقدم أجوبة ملموسة على مطالب الحركة المطلبية العفوية التي نشأت قبل أسبوعين؟ لكن مع من تتحدث الحكومة إذا كان هناك لا يوجد على الأرض رأس لهذه الاحتجاجات أو ممثلين فعليين لها؟ المحتجين اختاروا 8 أشخاص يتحدثون باسمهم ويفاوضون عنهم، وهم قبل تلبية دعوة الحكومة للبحث بالمطالب أجروا مشاورات فيما بينهم، وارتأى 6 أنه لا يجب الرد على دعوة الحكومة التي تماطل وتريد كسب الوقت، فهي لم تقدم أي إجابة ملموسة لمطالبهم، خاصة أن رئيس الجمهورية تحدث مطولا عن التحول البيئي في فرنسا من دون أن يقول أنه سيتراجع عن الضرائب. دعا إلى فترة مشاورات لمدة 3 أشهر، وهم يخشون أن تستغل الحكومة هذه الفترة لتنفيذ الحركة المطلوبية والاحتجاجات الاجتماعية. أحترم المعارضة ولن أقبل بأعمال العنف، هذه الكلمات التي تحدث بها إيمانويل ماكرون في ختام قمة 20. إلى أي مدى ترى مشاركة من المعارضة في هذه الاحتجاجات، وهل يمكن البناء على الحديث والحوار معها، أم أنه طريق ربما يكون مسدودا مع الرئيس الفرنسي؟ الحركة المطلبية الشعبية العفوية ليست ملك المعارضة. الحكومة حاولت خلال الأسبوعين الماضيين الإيحاء بأن هذه الحركة هي من فعل اليمين المتطرف واليسار المتطرف لتنفيذ التحرك الشعبي وللجم الفرنسيين من الالتحاق بحركة السترات الصفر. المعارضة لا علاقة لها بالحركة المطلبية. المعارضة يمكن أن تستغل ما يحدث في فرنسا للتنديد بقمع الحكومة أو لتراخي الحكومة أمام التصدي للمخربين أو المشاغبين أو الذين يقومون بأعمال العنف، ولكن ليست المعارضة هي التي تفاوض عن أصحاب السترات الصفر. نعم، برأيك إلى ما ستؤول إليه الأمور في الساعات القادمة؟ لا أحد يعلم، كل ذلك سيتوقف على ما ستعلنه الحكومة من موقف تجاه ما يحصل. الرئيس الفرنسي تهرب من الإجابة على هذا السؤال، قال أنه أجاب، ولكن أنه أجاب على معالجة أمنية، لم يتطرق إلى ما سيقوله أو تحدث عن المحاسبة من خلال القضاء أيضا. نعم، ما هي الرد على المعالجة الأمنية والقضاء والمشاغبين، ولكنه لم يتطرق إلى الرد على المطالب. نعم، ماكرون يضع نفسه في معضلة وفي معادلة صعبة. هو يقول أنه لن يتراجع عن الضرائب التي فرضها على أسعار المحروقات، لأنه إذا ما تراجع سينظر إليه الفرنسيون على أنه ضعيف، وسيؤدي ضعفه إلى ضعف الدولة وضعف الدولة إلى صعود المتطرفين الأحزاب المتطرفة. وفق هذا المنظور
المنظور، وانطلاقا من هذا المنظور هو لن يقدم التراجع، بينما الفرنسيون بحاجة إلى إجراءات ملموسة. كيف تترجم هذه الإجراءات الملموسة على الأرض وتكون مرضية لمطالب مشروعة من الفرنسيين؟ الإعلان أولا عن حد عن وقف العمل بفرض الضرائب على المحروقات. هو يبرر هذه الضرائب باسم أو بالقول إنها لخدمة التحول البيئي، ولكن في حقيقة الأمر الحكومة الدولة تجني 32 مليار يورو من هذه الضرائب، 8 فقط منها يعود للتحول البيئي، والبقية تذهب إلى الحكومة التي تسد العجز في الموازنة العامة عنها. الحكومة بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، وهي لا تريد التخلي عنها بسهولة، وغير قادرة أصلا على التخلي عنها. ردة الفعل لامتصاص المحتجين أو أصحاب المطالب المشروعة، هل من الممكن أن تغير من ترتيب الأوراق السياسية في الداخل الفرنسي؟ هل من الممكن أن نشهد تغيرات في المناصب السياسية الفاعلة في الداخل؟ في المناصب السياسية لا، ولكن في موازين القوى السياسية نعم. ماكرون تمكن من إيصال مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان من حزبه، وهم يؤيدونه بشكل عام. التراجع شعبية الرئيس الفرنسي ستنعكس حكما على تراجع شعبية حزبه الناشئ الوليد، وأثبتت هذه الأزمة كما أثبتت الأزمة السابقة، أزمة بن علة الصيف الماضي، أن نواب الأكثرية الحاكمة غائبون عن المشهد السياسي، غير مؤثرين. لا يوجد لدى ماكرون شخصيات سياسية ذات وزن يمكنه الاعتماد عليها لكي تلعب دور الوسيط بين الحكومة وبين الشارع. هناك غياب من الحركة الماكرونية لهذا، وبالتالي الانتخابات المقبلة، وهي انتخابات أوروبية، قد تكون استفتاء من الفرنسيين على سياسة ماكرون. إذا لم يحسن الخروج من هذه الأزمة، نعم، وبعدها بعام ستكون هناك الانتخابات المحلية البلدية، وإذا ما تكرس هذا النهج فقد يكون ماكرون يطلق النار على رجليه كما يقول المثل الفرنسي ويشل نفسه. 18 شهرا مدة تولي ماكرون لسدس الحكم في فرنسا، برأيك هل نجح في هذه المدة القصيرة أن يحاول إيجاد أرضية مشتركة للفرنسيين، أم ما نجده الآن من احتجاجات تعلن هذا الإخفاق بشكل أو بآخر؟ دكتور حسن، على أي حال أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن الحسيني الكاتب الصحفي، كنت معي من باريس. ونتحول الآن مباشرة إلى اتصال آخر عبر سكايب مع الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير العلاقات الأوروبية من بروكسل. أستاذ محمد، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. احتجاجات في فرنسا ممتدة في أعمال شغب سلب ونهب للمحلات التجارية، وأنباء تقول أنها وصلت إلى الحدود مع بلجيكا. تحديدا في أي إطار توصف هذا المشهد الفرنسي الذي ربما يكون عابرا لحدود دول أخرى؟ هناك مثل في بلجيكا نقول دائما أنه إذا أصيبت فرنسا بالأنفلونزا فإن بلجيكا تعطس، فبالتالي ما يحدث في فرنسا غالبا ما يكون له انعكاسات على الوضع في بلجيكا. هذه الحركة بدأت في فرنسا، وطبعا في بلجيكا تم تبنيها من قبل بعض الأطراف. في بلجيكا حصلت يوم أمس مظاهرة كبيرة في بروكسل، وكان هناك نواة من المتطرفين داخل هذه المظاهرة
قاموا بحرق سيارة شرطة وقاموا بتكسير بعض الأماكن، ولكن قامت قوات الأمن بالسيطرة على المتظاهرين. طبعا أدى ذلك إلى عرقلة حركة السير يوم أمس بعد الظهر. في البداية كانت مظاهرة سلمية، إلا أن المشاكل وقعت في بعد الظهر. طبعا أسباب هذه التظاهرات، لا أدري إن كنتم قد تطرقتم لهذا الموضوع، هو قرار الحكومة الفرنسية رفع أسعار المحروقات. كما نعلم يعني سعر المحروقات حوالي 50% منه يذهب كضرائب للحكومات، سواء في فرنسا أو في بلجيكا. عندما تكون تكلفة لتر البنزين على سبيل المثال 80 سنت أو 0.8 يورو، تكلفته واصل إلى محطة المحروقات، محطة البنزين، ولكن هناك ضرائب بنحو نفس المبلغ تقريبا تحصل عليه الدولة. فبالتالي هناك احتجاجات، والحكومة الفرنسية أرادت أن ترفع هذه الضرائب ابتداء من 1 يناير القادم. من هنا جاءت بدأت الاحتجاجات. مشكلة هذه الاحتجاجات أنه لا توجد لديها قيادة، هي حصلت بمبادرات فردية، حركة شعبية، هناك ناطقين باسم هذه الحركة، ولكن لا توجد قيادة تمكن السلطات من التفاوض معها، وهي تجمع الكثير من الأشخاص، سواء من المواطنين، يعني لوحظ مشاركة الكثير من السيدات وأيضا كبار السن في هذه التظاهرات. ولكن كان هناك نوع من الاستغلال من قبل بعض الأوساط اليمينية المتطرفة لهذه المظاهرات، وأيضا اليسار المتطرف. وكما شاهدنا اليوم في باريس، دخلت عناصر أرادت تحطيم وبث الفوضى في المظاهرة، واعتدت على الكثير من المحلات وأحرقت السيارات به من المتظاهرين. نعم أستاذ محمد، هل ما زلت تسمعني؟ أنا أسمعكم. نعم نعم تفضل. فكما ذكرت، الآن الحكومة الفرنسية سنرى ما ستتخذه من إجراءات ضد المتظاهرين. الرئيس الفرنسي تحدث لتو من بيونس آيرس حيث يشارك في القمة الدول 20، وقال أنه سيعاقب المسؤولين عن تلك الفوضى، وأعتقد أنه يعني الأشخاص الذين تم اعتقالهم. تم اعتقال نحو 200 شخص حتى الآن في باريس، وقوات الأمن ألقت القبض عليهم وهم متلبسين بأعمال حرق وقذف حجارة على رجال الشرطة وتكسير. فطبعا سنرى ما تتخذه الحكومة الفرنسية من إجراءات. كان من المفروض أن يتحدث وزير الداخلية الفرنسي، أعتقد أنه يتحدث الآن، ولكن لم أستمع مع الأسف لما قاله بهذا الخصوص. نعم، أيضا فيما تحدثت بامتداد هذه الأعمال من الشغب داخل بروكسل أو العاصمة البلجيكية، الحديث هو عن خطورة الامتداد لهذه الأعمال للدول المجاورة أو حتى تصل إلى أغلب الدول في القارة الأوروبية. أعتقد يعني حكومات الأوروبية وخاصة الحكومة الفرنسية والبلجيكية ستحاول مباشرة اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع. ربما يحصل هناك تراجع من قبل الحكومة الفرنسية فيما يتعلق برفع قيمة المحروقات، وأيضا فرنسا يعني في بلجيكا. ولكن يعني هذه التظاهرات نسبيا، على الرغم مما شاهدناه من أعمال عنف في باريس، ولكن تبقى نسبيا هذه التظاهرات محدودة. يعني في فرنسا وقعت أعمال شغب في مدينة أفينيون وفي مدينة مرسيليا، ولكن كان هناك أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين تظاهروا بشكل سلمي. الآن سنرى هل ستتفاوض الرئيس الفرنسي أو هل ستتفاوض الحكومة الفرنسية مع ممثلي أو مع الناطقين باسم تلك الحركة، وهل ستتراجع الحكومة الفرنسية عن
اتخاذ هذه التدابير. رؤساء بعض الأحزاب السياسية طلبوا الحكومة بأن تتخذ إجراءات كهذه وأن توقف مؤقتا رفع الضرائب. إذن هل ستهدأ حدة هذه الاحتجاجات أم سيكون لها المزيد من التأثير عالميا وليس فقط على دول القارة الأوروبية؟ لا أعتقد أنها ستمتد إلى دول أخرى، لا أعتقد، ستبقى محدودة في فرنسا وفي بلجيكا. لم تكن تلك التظاهرات بتلك الشراسة التي نتصورها، يعني دائما عندما تقع مظاهرات يدخل دائما عناصر تريد استغلال تلك التظاهرات، سواء كانت تظاهرات سياسية أو تظاهرات لأسباب اقتصادية، نجد دائما دخول بعض العناصر التي تأتي فقط للقيام بعمل شغب وتحطيم زجاج المحلات التجارية وحرق بعض السيارات، ولكن في الغالب يتم السيطرة على تلك الأحداث. وأعتقد الحكومات الأوروبية يعني لن تترك، وربما ستلبي مطالب الشعب، وخاصة أن فعلا أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. جزيل الشكر الأستاذ محمد رجائي بركات خبير العلاقات الأوروبية، كنت معي من بروكسل. مشاهدينا الكرام، موجز الأنباء بعد لحظات.